كما سبق كان العوين ونطلبوا حتى من كاين لي زاسوسياسيون كاين المحسنين الحمد لله الناس عاونات. انا لاحظتها شحال من واحد تيتصلوا بيا دي زاسوسياسيون تيتصلوا بيا محسنين اللي ما تيبغيوش حتى يبانوا ولا يعطيو الاسماء. الله يخليك حنا نعاونوا هذيك العائله ولا حنا نديروا لهذوك الناس. دوك الناس خدمات على قد جهدها. وزاره الصحه يا جماعه شوفوا واش عندي ولا ما عنديش وحكموا. باغي 6 مليون عباد الله اش سلفوني وعطيت 6 مليون وراه تشاكي تشاكي جهل الوزراء خدام فيك يقول لك 6 مليون خمسه ونعاود ما عنديش عباد الله وما عنديش عباد الله انا كنشوف لي لايف ديالك هاكا تقزرز ما سي دكتور ديال الشي شرط لا 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 سحب الكلمه ديال قزاك اشوف اقول لي انقول هي متبع معايا لا طبعا او متبعني حتى انت مالو ايوا الحفله بدات غدا حتى ديك البركه اللي عندي حيدالك. انا ابن الحاج عبد العزيز التازي المزداد بوجده المنطقه الشرقيه وافتخر بذلك. هدف المجيء الى الطريق القادر البوتشيشية الهدف هو وجه الله. انت قتلتي المراه وقتلتينا احنا في حياتنا وقتلتي ولادها وغادي ب 19 مليون وكتقولنا طبيب فقراء. دير اش طبيب فقراء انت كتقريس يا سيتي. تتنوع أسباب ودوافع ارتكاب الجرائم وتختلف الظروف المحيطة بها. تتنوع الأدوات التي يتم استعمالها من طرف الجنات. القصص التي سنتناولها خلال هذه السلسلة مستمدة من صميم واقع مجتمعنا المغربي، كلها تتعلق بجرائم واقعية تابعنا وعايشنا وقائع بعض منها لحظة بلحظة، وأخرى استقينا تفاصيلها من سجناء سابقين ممن عاشروا الجنات وراء القضبان، أين يتم إطلاق العنان لألسنتهم من أجل البوح والكشف عن الحقائق. السلام عليكم خوتي المغاربة، نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وما يخصكم حتى خير، اللي هنا واللي لداخل واللي على برا واللي وصل واللي باقي حاصل. تحياتي لبنات ولاد الاصل. قبل ما نبداو تفاصيل هذه الحلقه، رمضان مبارك كريم، وهذه الليله ان شاء الله الليله هي ليله كبيره، ليله القدر، تدخل عليكم بالصحه والعافيه وباش ما تمنيتو. قبل ما نبداو تفاصيل هذه الحلقه اليوم، جينا نهضروا على الدكتور التازي والزوجه ديالو. القضيه ولات خطيره بزاف كما شفتوا، يعني في الحلقة اللي فاتت أن في التحقيقات من جاو يحققوا مع الزوجة ديالو اللي هي مونيا، يعني واجهوها مع الزوج ديالها، أنه رمت له الكرة ليه وقالت له بأن أي حاجة كتكون راه بالمسؤولية ديال الدكتور التازي، وأي حاجة كتكون هو كيسني عليها. يعني حصلت فيه كل شيء، هو تصدم واحد الصدمة اللي هي كبيرة وما عرف باش يجاوب، ولكن الآن ولا عاوتاني الكرة أعطاها للزوجة ديالو اللي قال لها بان الاتجار في البشر وكاع حد الشهاده هي اللي دارته ورمى لها الكره وحصل فيها. قبل ما نبداو تفاصيل هذه الحلقه، لاول مره يشوفنا ما عليه غير يضغط على زر الاشتراك، يضغط على زر الجرس باش يتوصل بكل ما هو جديد. والله يعطيكم الخير وما راكم تتمنوا في هذه العواشر ان شاء الله. انا غادي نخلي لكم واحد القناه اللي هي قناه اخواني المشاهدين، انها محترمه وكدير داك الشيء ديال الطياب ديال التجميل. مهم حنا بحال هذه القنوات اللي خصنا ندعمهم، غادي نبقى ندير ان شاء الله الدعم للقنوات. وهذه القناه كما راكم تشوفوها هنا في الشاشه اللي سميتها احلام، هي في سويسرا، احلام اون سويس. هذه القناه الله يجازيكم بالخير، دخلوا عندها واي كما نقولوا تعليق خليتوه لها قولوا لها احنا جينا من طرف سيمو جرماني. الله يجازيكم
بالخير، غادي نخلي لكم اللينك ديالها في اول تعليق وفي الوصف. مهم اخواني المشاهدين، ندخلوا في صلب الموضوع. كما شفتوا في الاونه الاخيره انه هو اللي هو الدكتور تازي اللي اخواني المشاهدين كيسميوه دكتور الفقارع، تم الاعتقال ديالو من طرف النيابه العامه بالتجارة بالبشر والتصوير، يعني وخطر، يعني كما نقولوا يعني انه تجارة بالبشر، لانه كما نقولوا ديك زينب والزوجه ديالو انها وهو كيتاجر بالبشر، انهم كيديو للمحسنين رزقهم كما نقولوا بهذا المفهوم باللغه، انهم كيديو رزق للمحسنين. كما شفتوا اخوان المشاهدين في التحقيقات انه الزوجه ديال الدكتور تازي قالت بان في الاول نفات بانها كتعرف المعنيه بالارض اللي هي زينب، اللي كتسمي راسها انها ولات كما نقولوا بانها كدي الاحسان العمومي، وفي التالي اخوان المشاهدين ولات اعترفات وقالت بان عندي علاقه معها وراه طلبت لها 10%، والاخرى زينب قالت لها لا عطيني 20%، وتم القبول هذيك ال 20%. واخوان المشاهدين قوي قاسمو نصيه نصي ناصوصي ناصوصي باللغه ديال الخشب اخواني المشاهدين. ولهذا القضيه ولات خطيره وخطيره بزاف، وغادي تسمعوا اخواني المشاهدين وغادي نقرا لكم اش كاين يعني كما نقولوا نقرا لكم كل شيء اللي غادي ما عمركم ما سمعتوه، غادي تصدموا. لا اله الا واحد ولا يحصل في الاخر. هذا هو الوقت اللي قال لنا عليه انه نفسي نفسي، يعني ما عقل المراه ديالو، ما عقلتش على الراجل ديالها اللي هو دكتور، والدكتور ما عقلتش على المراه ديالها. يعني دركي كل واحد بغى يخرج راسه، كل واحد بغى يخرج راسه بحال الشعره من العجين، لان هذا السجن، السجن ما تبغي حتى لشي واحد. حنا ما كنتشفاوش اللهم لا شماته، ولكن اخواني المشاهدين باش انت تنصب على المحسنين وتنصب على مسؤولين كبار اللي هما مقاولين، انك باش كدير العمليه باطل والناس تحبك والمغاربه يحبوك، وكانوا يجيو عندك من اوروبا من الديار الاوروبيه كيجيو عندك حتى المقر ديالك انهم كيديروا عمليات شفت مع حراك. كما سمعتوا اخواني المشاهدين هذاك الزوجه ديالو اللي توفات، والناس اللي طلعت معايا ديك السيده اللي طلعت معايا ديك الضحيه، لانها قالت لك اخواني المشاهدين يعني باقيه كما نقولوا عاهه دائمه لا اله الا الله محمد رسول، بزاف ديال الضحايا منهم اخواني المشاهدين بنت اخ نوش، مسؤولين كبار ومقاولين اخواني المشاهدين ومديريين اخواني اخواتي الكرام، وهذا الشيء خاطر اخواني المشاهدين. الدكتور تازي يرمي مسؤوليه الاتجار بالبشر على زوجته وشقيقه، يعني تاخوه لولداتهم كرش وحده. قال لك واحد المثل كيقولوه كل دار فيها كيدار، ولكن هذا اللي كرش وحده عفوا اللي ولدتهم يعني رمى الكره قال لهم تجار البشر للزوجه ديالي والشقيق ديالي، ما عقلش عليهم كما هما ما عقلوش عليه. قال لك نفى الدكتور، يعني قال الشيء كامل نفاه، نفى الدكتور الحسن التازي المتابع بتهم متعدده وعلى راسها بالاتجار بالبشر كل التهم المنسوبه اليه اثناء التحقيق التفصيلي معه، واكد ان عمله لا يتعدى قاعده، يعني ديك القاعده ديالو ما كيتعداهاش الفحص وعمليه الجراحه التجميل. يعني قال لك هو سيدي كيدير غير عمل جراحيه وكيدير الفحص، ما فهمناش حنا شكون اللي كيسني على الوراق، الله اعلم واش الجنون ولا. واكد التازي بحسب ما نشرته يوميه الاحداث المغربيه في عددها اليوم الاثنين ان زوجته هي المسؤوله عن كل ما هو مالي، يعني هي اللي مكونه يعني مكلفه باي حاجه ديال الحسابات وديال المالي لكونها على راس الاداره الماليه. اما ما هو اداري وما يتعلق بملفات المرضى فقد أكد المتحدد ذاته أنه من اختصاص شقيقه عبد الرزاق التازي. يعني إخواني المشاهدين شكون هو اللي كيدير داك الشيء نتاع الإدارة نتاع ما هو إداري وما يتعلق بملفات المرضى؟ يعني الشقيق ديالو. وبحسب الصحيفة ذاتها فإنه على الرغم من تأكيده على عدم علمه بما يحدث داخل المصحة على الأقل فيما يتعلق بما هو مالي وإداري، يعني قال لك هو ما كان عارف الدكتور التازي حتى شي حاجة ما يضر بالمصحة، واش المصحة ديالك وما عارفش، قال لك هو كان عارف غير ما كان يضر بالإدارة وداك الشيء ديال المال. لا حول ولا قوة إلا بالله. فيما يتعلق بما هو مالي وإداري فقد أكدت زوجته أثناء التحقيق كما قلت لكم، لا إله والله لا يعجز اللسان على الكلام، أكدت زوجته أثناء التحقيق معها أن زوجها على علم
بالشق المالي للمستشفى بل بما يحدث داخل المصحة. يعني الزوجة ديالو من فرشاته وفضحاته وقررت قالت له هو كل شيء عارف ما يعني كما نقوله أنه على علم بالشق المالي للمستشفى بل بما يحدث داخل المصحة كاملة المعروفة بالدار البيضاء. كون جميع القرارات التي تتخذها وشقيقه تنتظر موافقة قبل الشروع في تنفيذها. يعني أي حاجة كتصرى يعني حتى يشتني لها هو وحتى يقبل هو. إخواني المشاهدين كهكا قالت الزوجة ديالو في التحقيقات. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد قدمت أمام النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء 8 أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين ذلك الاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية. وكان بالغ المديرية العامة سمعوا مزيان للأمن الوطني صدر يوم الأحد قد ذكر أن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة وهذه العصابة إجرامية وخطيرة تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية الاستشفاء مرضى منتميين إلى أسر معوزة كما نقول إخوان المشاهدين على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله يعجز اللسان على الكلام وهذا الشيء خطير بزاف أنه إخواني أخواتي الكرام هاد الناس يعني كيجيبوا يعني كما كيمشيو عند هذوك المقاولين والمسؤولين وهاد المديريين وهاد الاخر يعني كيعرضوا عليهم دوك التصاور. مين كيعرضوا عليهم دوك التصاور؟ يعني الناس كتعطيهم الفلوس وهو كيخرج بالفيديوهات كيقول لك يو في سبيل الله احنا درنا هاد العمليه في سبيل الله ولكن هي ماشي مجانا هي اخوان المشاهدين من طرف محسنين اللي عطاهم سبحان الله العلي العظيم رزق الناس للناس. هما يعني تم الفرش ديالهم تفرشوا او ما تحت النظريه تحت الحراسه النظريه وتم الاعتقال ديالهم ومشاو جنايات اخوان المشاهدين. شكون اللي كان يظن ان الدكتور التازي اللي هو دكتور الفقراء انه غادي يتم الاعتقال ديالو والمصحه ديالو باقيه تخدم وانه شحال اخوان المشاهدين مبلغ بغى يدفعوا باش يخرج اخواني اخواتي الكرام غي كما نقولوا يخرج غي باش يعني يحكموا عليه خارج السجن ولكن قاضي التحقيق ما بغاش اخواني المشاهدين لانه متورطين وعصابة كبيرة. وانك تخرج الزوجة ديالو كتقول اه كدا ومحسنين وعطاونا وفعلنا وما بغاوش يبينوا وكذا وتبان محترام والناس بغاوها والناس بغاو الدكتور التازي ولكن في التالي شوف اخواني المشاهدين قالك حتى شي واحد ما كيعرف وش في الراس ديال بنادم. تقدر تشوف بنادم زين ولا ماشي زين ولا تقدر تكون يهضر بعقله قالك فوت على ود الهرهوري وما تفوتش على ود السكوتي لان هذاك اللي تلقاه مسكين وكذا إخواني المشاهدين نار في لاكار. لهذا غادي نستودعكم إلا كانت أي حاجة جديدة غادي توصلوا بها في هذه القناة لهذا غادي نقول لكم ديروا اشتراك في القناة إلى فيديو قادم إن شاء الله. كان معكم أخوكم تبارك الله عليكم وتحياتي لكم.